إيمان، نهلة، مها. مهتمة بنفسها جدا وبتعرف تسرق الكاميرا، وضحكتها مميزة جدا. يا ترى هتعرف تسرق الكاميرا من لجنة التحكيم ولا لا؟ نهلة طموحة، نشيطة جدا ومنظمة واثقة من نفسها. يا ترى هتدخل قلوب لجنة التحكيم؟ حاسة ان الخوف راح مني. مها دمها خفيف جدا وقريبة من القلب. يا ترى خفة دمها هتكون سبب نجاحها ولا لا؟ هو انا خايفة ومش خايفة. يا ترى مين فيهم هيقدر يتحدى لجنة التحكيم؟ معانا اول متسابقة، ايمان يوسف تتفضل. شوية ضربات قلبي زايدة بس هتخلص من ده حالا. اهلا 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 بيكم. طول عمري كان نفسي بقى طويلة كده زيك. بجد؟ ما شاء الله. طولك كام؟ 173. ما شاء الله، طول هيبة. انا اطول منك فعلا. انا 199 في العرض. يعني هي الطول عرض والعرض عرضين. هو مربع مش مهم. الطول بس العسل يا شيم. انت العسل يا قلبي شيم. ايه الاخضرات والحاجات الحلوه دي؟ اول حاجه انا مبسوطه ان انا فعلا قاعده في وسطكم. احنا مبسوطين. بتفرج عليكم بغض النظر عن اني طبعا نفسي اقعد نفسي مع بعض كده شويه. بحبكم جدا. احنا كمان مختلفين وبتعلم منكم حاجات كتير. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. انت اصلا بتشتغلي؟ انا اصلا مذيعه. اوكي. مذيعه وفي برنامج ما شاء الله حلو يعني، وجايه هنا معانا عشان اتمنى فعلا للدرجه دي عاجبينك؟ بدري احنا جامدين قوي بدري. لا احنا بصي مقطعين الدنيا. حتى كمان لو ما فزتش النهارده او فيما بعد ممكن اخش المرحله اللي بعد كده، بس الله. انا كل يوم هاجي هكون فيه معاكم، هستفيد من حضرتك حاجه ومن هدي حاجه. بس كده مش جو نفسنا خالص. لا يا جماعه، لا 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 دي نفسنا بس بهدوء. بتاخدنا تعالوا كده اعملكم استرينش يعني. تاخدنا على حجرها في الاول وبعد كده تبيع. ما هم دول اللي ما تخافيش شله منها. والله حضرتك بحبك موت. انا بشوفك من وانا صغيره يا اسي زهيد. ايوه صغيره. انا جندي. بحبك يا نادية وبحبك يا جندي. الاثنين. انا ما مش عاجبني خالص اللي هي عملته، علشان النفسنة اسلوب حياه، واللي هي عملته ده مش نفسنة خالص. هي شيز فيري نايس، لطيفه ظريفه طيبه. نروح بقى نقعد معاها في النادي زياده. لا نقعد معاها في النادي بقى مش في البيت. صاحبه لذيذه. لكن ما تنفسنش يعني يا جماعه برضو داخله علينا برضو، ولا جايبه كيس فاكهه ولا حته لحمه ولا فرخه مش عارف. فقالت تقول كلام حلو بقى. لا يا سلام. برضو معاكي 3 دقايق. معايا 3 دقايق. يلا ابتدي. هنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع التحرش. هنسال سؤال، هل فعلا التحرش ليه فوائد ولا لا؟ خلينا نقول. لا نقول طبعا. ايه المميزات؟ الفوائد عشان وقتك إيه؟ اوعي تجري معانا في الكلام وتنسي وقتك. اوعي تضحك عشان احنا وعدنا نتكرر. خلينا نتحرش بيه والثلاث دقايق خلص. في اول فايده هتكون معانا، ان طبعا اي واحد بيتحرش ببنت او باي حد موجود فبيحط نظرته عليها، يتحرش بيها ليه وفين؟ دي اول حاجه. فاحنا ممكن نستغل المهاره بتاعته الجميله دي ان احنا نشغله اتش ار في اي شركه. والاتش ار بيتحرش عقليا. ذهنيا. هو بيدخل جوه ذهنك ويقعد يتكلم معاكي جدا ويقنعك ان انت جايه ليه، ويحاول يوترك زي المتحرش بالظبط. ما بيقعد يقول لك انت موزه وانت شبه القرد، فبرضه بيبقى تحرش. المتحرش بالظبط. لا بس دي كمان دي حاله انا كنت هتكلم فيها، ان في بنات دلوقتي بتتمنى ان حد يتحرش بيهم من كتر ما هي عامله كده وعامله كده. فلا في لا بجد في نفسها كده اتطط. ففعلا في بنات نفسهم ان حد يتحرش بيهم جدا. نسبه العنوسه يا جماعه بقت دلوقتي كل عندي كم مصر. سنة عندي 25 سنة متجوزة. لسه 5 سنين اللقب. 7 6 5. طيب جمهور 3 2. ايه ده؟ هي في السبع اكاديمي. ايوه ده دكتور برنامج ممكن اغني لكم. بشكر المتحرشة قصدي. نطلع فاصل ونيجي للمتسابقة التانية. المتحرشة
اول ما دخلت التوتر راح، كان يعني هما لطاف جدا في التعامل، ابتدينا نتعامل مع بعض ونتكلم، ما دخلتش في الموضوع على طول، اتعرفوا عليا وكان حلو. منافسنا وجت منافسنا جديده، ونرحب دلوقتي بالمنافسنه رقم 2 نهله البرنس. توتر مش توتر، شايفاني متوتره؟ مفيش توتر خلاص. اختي على المنافسنات الجميلات الجميلات العسلات. الله يخليك اختي، برضو انا حلوه يا اختي جميله، عايزه تتعسلي يا بنتي حبيبي. انت بسكر ولا برتقال؟ والله محتاجه بس معاها ذره. سكري سكري. عامله ايه يا نهله؟ نورتي. الحمد لله. اخباركم ايه؟ الحمد لله. طب انت عندك موضوع وعندك اغنيه، تختاري ايه؟ لا في الوقت بتاعك كله من وقتك. والله انا بحب اغني وبحب الموضوع يعني اللي انتوا عايزينه. طب ارغي شويه وبعدين غني. طب استني نعرف بس عنها حاجه كده، انت اصلا خريجه ايه؟ انا خريجه اذاعه تلفزيون اعلام. اه يعني انت اصلا دارسه. اه. وبتشتغل متودكة يعني متودكة جامدة يعني ماشي. بس صوتك حلو مش كده؟ اشتغلتي في الإعلام؟ اه اشتغلت مذيعة. بعمل كرييتيف راديو ادفرتايزنج، يعني بشتغل بعمل راديو اعلانات على الراديو. اه من اولها لاخرها. طب سمعينا حاجة بقى يلا الأول. من الراديو؟ بتحبوا تسمعوا ايه؟ تغني؟ اه نغني، ما نغنيش ليه صغيرين؟ غني. طب سمعينا ايه بقى؟ انت بتحبي تغني؟ انت بتحبي تشعليني الدنيا. خلاص يلا بنت السلطان. يلا ماشي. يا بنت السلطان حني على الغلبان، دي المية في ايديك يا حلوة عدوية عطشان. غني معي. سعيدة يا حلوة سعيد، ياللي بلادك بعيد، شاوريني وانا جيلك ماشي من بلاد مصر الجديدة، واديني اديني اكتر، المية في ايديك سكر، واديني يا حلوة اكتر، المية في ايدك سكر. الله صوتها حلو. انت اللي سكر يا سكر حبيبي. اوكي عندنا 3 دقايق وهيبداوا دلوقتي. يلا ماشي. انا عندي الموضوع اسمه قدرات خارقه. الموضوع ده يعني ازاي لو هنفترض ان الستات دلوقتي بقى عندها قدره خارقه ان هي تقفش جوزها، او ان هي ممكن تعرف عنه حاجه، بيحبها ولا لا، بيخونها ولا لا، اي حاجه من الكلام ده. الله نفسي يبقى عندي قدره خارقه ان انا اطير، ينفع؟ لا لا لا، القدره اللي عندي اجمد. بس دلوقتي على مين بقى؟ لما تشيل البلد، عارفه الباراشوت اللي بيبقى على الفرح ده؟ لا القدره اللي عندي اجمد. انت او عندي تو اوبشنز. انا بقرا كده كده افكار الناس، انا جامده جدا. دي حاجه مش لا جديد. بغض النظر ان احنا يعني ده حاجه احنا ممكن نجيبه وقاعد فين. ماشي. بس القدره اللي عندي ان انا عندي حاجتين، يبقى بقرا افكاره ان انا اشوف هو بيفكر فيا. انا مثلا قاعده معاه ويقول انا بحبك قوي يا حبيبتي، والله يعني انا بموت فيك، ده بديب اللي خلفوكي، وانا عارفه كويس قوي ان من جواه يقول لي مثلا انا ان هو بيحبني، بس مثلا لو كنت بس ما وصلتش للدباديب. اه مثلا انت تلبسي لينسز كده زي هدي يعني، ولا عينيها الجميله الحلوه دي اصلي. ايوه انا عارفه طبعا. عارفه انا قصدي يعني يبقى عشان عندها توصلي للزرقاء لون. يبقى درجه الاكوا دي جميل مثلا، اللي هو الحاجه اللي هي تبقى شويه مختلفه يعني، لو مثلا نبقى هو كذاب يعني من الاول. هو خارقة ايه يا ماما؟ ده احنا لو عملنا ايه في الرجاله. يلا ما علينا. لا انا مش عايزه اتكلم عن نهله، عايزه اتكلم عني. ليه هدي كان وشك مرهق في الحلقه دي وكنتي مهبطه؟ كنت مهبطه يمكن عشان ما كانتش مظبطه. طب وانتي يا بدريه ليه كان تحت عينك مكرمش كده؟ لا يا ماما، السن عوامل التعريض. الحاجه الثانيه ان هو يبقى الغائب الحاضر، ان هو مثلا تبقى قاعده في مكان وتبقى ترانسبيرنت كده، تبقى مختفيه شفافه كانها لابسه طاقه لخفه مثلا، وتبقى قاعده معاه بقى في كل مكان رايحه وتشوفه بيتصرف ازاي. الله حلو قوي. الله ده حلو ده قوي. فيبقى عندها اختيار من الاثنين. يا انا هختار الغائب الحاضر اللي هو بقى لابسه طاقه لخفه ومعاه في كل حته عشان اشوف بيعمل ايه. تخش معاه الحمام مش مهم بقى. لا بنتي وراكي. لا لا انا هختار الثانيه، هختار قرايه الافكار اللي هي قرايه الافكار. انا كده خلصت يعني قرايه الافكار يعني. برافو. قرايه الافكار دي معادها القرشانه. ما شاء الله قرشانه. ما شاء الله يعني غنيت وخلصت وعملت كل غنيت وخلصت. بس انا عايزه اقول لك حاجه بقى، انت عندك حاجه واحده لازم تشتغلي عليها.
لازم تعلي صوتك. اه عادي قوي. انت صوتك لا انا تمام قوي على فكره وبعرف انا يعني من غير ما اعلي دقنك على فكره علي صوتك بس مش دقنك صح. طب اقولي اه كده قولي اه يا ليلي يا ليلي يا ليل. طب ما انت بتغني اهو المفروض صوتك يبقى عالي. خلاص هعليه المره الجايه ان شاء الله. انت نورتينا يا نهلا. انا اللي اتشرفت بيكوا وانا مبسوطه جدا 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 ان انا معاكم. حلمي بجد ان انا كنت اقعد على الكرسي ده. ميرسي يا نهلا. باي باي. باي باي يا نهلا. احساسي ان انا مختلف تماما عن ما كنت دخلت. مبسوطة جدا 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 ان انا قعدت معاهم على الكرسي وحاسه ان في امل كبير كبير وانا عمري ما هفقد الامل. ومشيت نعلى المنافسنا وهنطلع فاصل ونرجع لكم مع المنافسنا الجديدة. استنونا. ورجعنا بعد الفاصل مع المنافسنا رقم 3 ونرحب معانا بمها منيب. لغايه من دقيقتين كنت مستعده ما اعرفش ايه اللي هيحصل بس ربنا معايا. ايوه بقى اوعى خلاص اوعى يا خلاص يا اللزاليز البتبوت جه. ايوه يا متدلع تعال لي اللي هتعدل الكف انت يا عسل. نورتينا بنوركو. عندك كم سنه يا مها؟ ايه السؤال ده؟ معلش ده اقول لنفسنا عندك كم سنه؟ لا ما تقوليش يا مها. لا لا السؤال مش منفسن قوي يعني عشان انا لسه في عز الشبابي طبعا. 28. طب يعني ايوه برضه دي 28 يعني 28 يعني قد هي واضح ان هي انا اكبر منكم شويه. لا بس هي قد ايه ده؟ لا لا طلعت كده بتقولي الطفل حاجه وحشه. لا اطلقها. لا الطفل حاجه حلوه بس هو نسب. فين الثقه؟ الثقه راس المرفوع. هو نسب نسب وتناسق. نسب ممكن تكوني تخينه بس جسمك كله متناسق. انا هند رستم ممكن تكون على تخين. ايه؟ اه هي زكي رستم على تخين. لا لا مش هتكلم عن جمالي ولا حلاوتي. مش هتكلم عن لا بس انا يعني الحقيقه بجد يعني اثار انتباهي قوي الموضوع. الرشاقه مش سهله بس مستاهله. من الشنا. لا ما انا عشان بس لازم في مفاهيم كده في الحياه الناس مش فاهماها احنا لازم نصححها. طيب يلا نبدا دلوقتي. هو الفكره كلمه الرشاقه مش سهله بس مستاهله. الناس فاهمه كلمه الرشاقه يعني انا جسمي مش عاجبني فتخينه فانا لازم اخس. مش فاهمين ان هو ممكن تبقى رفيعه وبتعاني من الشارع والمسلوعه راحت والمسلوعه جت فهي عايزه تخن شويه عشان تبقى بجمالنا ورشاقتها. يا عظمه اه بنتي يا مسلوعه يا عصايه الغاليه والكلام الفظيع ده. لا مش فاهماهم جدا. فالفكره بقى ان الرشاقه هي فكره ان انت تبقى قادره عارفه تصاحبي جسمك وتصلحيه طبعا. وعارفه تلبسي حلو رفيعه حلو كانه مش حلو. موجود طبعا. لا لا انت ده لازم يبقى موجود. دي كده الكيرفيهات تبان كده والواد يعمل شغل في الحركه. بس انت في الحركه حاسه بيه؟ لا ما هي دي بقى الرشاقه. بترقصي حاسه بيه؟ دي خروش. لا مش هتكلم عن نفسي. لا مش لا واضح ان هم اندمجوا مع بعض قوي قوي. شيماء حبيبتك يا مها. انا بس اخش اخد كورس انجليزي وكورس فرنساوي نبقى احنا كده مع بعض. لا لا مين اللي هينزل بشعر انا حلوه وزي الفل انا ورده في عين الكل؟ الله الله ده الشعر ده هينزل لك مخصوص. فانا هروح الجيم وهتمرن. خدي بقى عندك التريقه بقى بتاع الجيم. انت جايه تعملي ايه؟ واحده بقى من نفسنا كده في الجيم يعني سمنانة شويه تقعد تقول لها انت جايه تخسي يا ماما انت جايه تعقديني في عيشتي والجو بتاعهم ده. فالبنت حرام مش مدينها فرصه تنبسط. انا عايزه ابقى شكلي عامل ازاي؟ تعالي بقى واحده تخينه قررت تروح الجيم وانا اسفه في لفظ تخينه عشان انا ما بحبش اللفظ ده. هي بنت أوكي. مليانه اموره كده كالبوزه كالبوزه يا خروشي كيرفي هي الكيرفي. ايوه هي الكيرفي بتاعتنا. وراحت الجيم. اول ما تخش الجيم مفيش مخلوق بيعبرها. والفتره دي اول مره تحس ان البنت هوا. مفيش مدربين يهوجوا لحياتها عشان مفيش امل. تلاقي واحده رفيعه ده احباط. انت تشيلي كلام انت مش هتعرفي يا حبيبتي دي غيره. وبيبقوا عارفين هي جايه تعمل ايه عشان عارفين ان احنا عندنا اراده. احنا ملوك الاراده. قدام الدقيقه بياكلوا من وقتك وبيخافوا بقى دلوقتي ان هم ان انت تحطمي قلوب العذاره في مصر. ولا التخينه مرتاحه ولا الرفيعه مرتاحه. عشان كده بقى احنا قلنا الرشاقه مش سهله بس مستاهله ان احنا لازم نصمد حوالين المفاهيم اللي مضايقه كل الناس. انا مش فاهماكي ليه؟ انت عايزه مش فاهمه. لا انا عايزه اقول ان انت تنبسط براحتك بس كده. عايزه تخسي تخسي يا مز في الموضوع.
متجوزه كده يا مها. وقتك انتهى يا مزمز. انت متجوزه؟ اسكتي انا ما قلتلكيش. انت متجوزه؟ اهي الدبله هي هتخرج معايا. كلمه واحده متجوزه؟ اسيبه من بكره وادوه لك. اه سؤال وهو ده اللي في عمليه الحسم عشان ممكن ما تعديش الحلاوه دي. تاني. ما تقعدش كل ما تغيب من غير ما قولي لي يا مها تختاري الكرسي ولا جوزك؟ الجواز هو انا اتجوزته ليه؟ سالتيش نفسك السؤال ده؟ طيب الوحيد اللي فاهم الشعار بتاعي الرشاقه سهله بس مش هو واخدك تخينه؟ اه يس انا تخينه؟ لا نهار قصدي واخدي كيرفي حبيبتي خالص. طب يا واخدي كيرفي انا كيرفي. اه لا ركزي اختاري مصطلحاتك يا استاذه شوشو. ماشي يا مها ميرسي. منوره بيكوش. انت قاعده كده ولا واقفه ولا ايه؟ لا انت بالذات ما تتكلميش. انا مش ساعتها ركزوا. كان نفسي حد يقول لي على جمال حلاوتي. باي 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 يا مها. من ساعة ما جيت كان نفسي حد يقول لي الجملة دي بس صدقت. لا خارجه مبسوطه يعني سواء كسبت او لا انا خارجه مبسوطه. القعده كانت لطيفه جدا. كنت حاسه ان انا قاعده مش على ترابيزه مسابقات وكده. لا نطلع فاصل ونرجع نكمل السبق. ورجعنا لكم بعد الفاصل ودلوقتي معانا المتسابقات الثلاثه قاعدين على الترابيزه المستديره ترابيزه نفسنا. خمس دقايق ينفسنوا مع بعض وعلى بعض. قعدنا الثلاث بنات مع بعض عشان نشوف ونحكم مين فيهم هتنفسن على مين اكتر واديناهم خمس دقايق. احنا النهارده هنتكلم عن الشخصيات المستفزه اللي في حياه البني ادمين. لا دول كتير بقى ما تعديش. ملك يا حبيبتي ملك النهارده شعرك كده واقع. وبدات البنات تنفسن على بعض. مها ازيك عامله ايه؟ انت مالك يا بنتي مقلبظه كده ليه ولا تخنتي كده ليه ولا مالك عملتي كده ليه في نفسك؟ بصي واضح انك غيرانه مني. غيرانه مني؟ ما انت نفسك تخسي 2 كيلو مش عارفه. ايه اهو بيجيب لك شهر مراره مش ناقصه. انا مش ناقصه. شوفوا انتوا عاملين ازاي وانا عامله ازاي. تلاقي بس واد حليوه داخل معانا كده قاعد ذكر البط. هل هتلاقي بقها بقى دلدل فجاه بقى سايب. ايه ده انت بتهزر؟ ازيك عامل ايه الاخبار كويس؟ الوقت بيمر. فيا جماعه خلونا نستفيد من اللي احنا بنقوله ده ونقول لهم يا ريت كل واحد فعلا يسيب التاني في حاله. بلاش نتطفل ونتدخل في حياه بعض زيك كده يعني. حاولي مش كده يعني. يا بتتريق عليكي ما خدتيش بالك؟ لا براحتك ما تغلوشي براحتك. ايه ده ايه ده ايه النفوس البريئه الحلوه دي؟ فين المنافس الصغير؟ فين؟ مهم فعلا. لا ليه كده؟ احنا هنستأذنكم بس تسيبونا شوية عشان نقول النتائج وتيجوا بقى تاني. تقولي شايفة انها في روح الدعابة هي دمها خفيف؟ هم كلهم الحقيقة دمهم خفيف. لما قعدت معاهم اتفاجئت لقيتها واقفة ساكتة علينا عليها وهي مش عارفة تجي لأنها مركزة في موضوع واحد بس. ما دفعتش عن نفسها. ضايقتني وزعلتني. كنت متخيله ان هي ايه بقى عملاقه على الترابيزه. بس يعني اعتقد ان هو هيجي منها لو اتحطت في الموقف. دي عسل. اه ضايقتني قوي في دي. برضه اتاخدت شويه لما نفسنوا عليها. دي كانت لقطه مهمه قوي. او كانت فرصه مهمه قوي عشان فرصة هي مهمة ليها وهم سكتوا وسابوها هي تتكلم. بتاخدها على صدرها قوي بس بتبتسم. فانا مش عايزه يعني عشان يرى. قدرة على التحمل نفسنا 7 والروح الرياضية 7. 8 في روح الدعابة علشان شفتها دمها خفيف وقالت إفيهات. الروح الرياضية عندها 10. بدرية يا 10 يا صفر ما عنديش وسط. خلاص يعني احنا كده عرفنا مين هيقعد معانا ومين هيودعنا. خش يا حلو على مهلك يا حلو. اوعى تتسرع. يا ارض احفظي معاك. سيبوا لنا الطلعاتي بقى. ماشي سيبوا لنا الطلعاتي. اتفضلي. وانا مبقوقه منكم. كل واحده عامله
انت يا بنت الحلال مش قلنا لك علي صوتك؟ انا قاعده بتصنت عليك عشان اسمع انت بتقولي ايه، مع انك دمك خفيف وعماله تقولي حاجات كوميديه. ليه يا نهله؟ والله مش عارفه، انا ببقى سامع نفسي صوتي عالي. لا دي في الليفل عالي، ما يهمكيش، مش هيقولوا عليكي مش رقيقه، ما تخافيش، واللي يقول مش مهم، المهم شغلك. اما بقى ايمان فطبعا انت ايه معلمه، بس احنا طبعا ايه، انت يعني برضو ايه دايسه عليهم قوي عشان خاطر انت ليكي سوابق اذاعيه، فانت ايه داخله حاطه في الموضوع ده. واحنا على فكره ما عندناش كوس، احنا حاطين ده في الحسبان وهنخصم نص الدرجات بينك وش كده. ماشي اوكي. اما انت يا حبيبي يا عسل انت يا متدلع يا مهاميهو، زعلانه منك قوي كده، تقول لك انت نفسك تخسي وما ترديش عليها؟ قطعوني ليه؟ لا ما قطعوكيش، لا وانت روحتي بصيت لها كده قلت لها إيه خلاص خلاص بصي لنفسك، لا ما تقوليش بصي لنفسك، قلت لها يا حبيبتي ده انا حلوه وعسل ومزه وطعمه ومتجوزه وانت لسه ما شفتيش ريحه الجواز، مش تقولي لها بصي لنفسك. لا يا مريم وبعدين فين ده، انت المفروض تبقي جاهزه، لان انت عارفه اكيد لازم تدافعي عن قضيتك، حد هيقول لك البق ده فكان لازم تبقي مجهزه له. صح. امال هي نفسنا ليه؟ نفسنا ما سيبش حد لي نفسنا عليا، انما انا نفسي علي. صح. فانا بقى بحبكم انتوا الثلاثه، بس هي دي الغلطات اللي انا شفتها عندكم. اوكي اتفضل. نهلة، انت لما قعدتي معانا على الترابيزه احنا الثلاثه ما كنتيش زي ما قعدتي دلوقتي واتفرجنا عليكي. في الاول كنت صوتك واطي، كنت متوتره، كنت قلقانه يمكن عشان قاعده وسطينا، بس لما قعدتي هنا واحنا اتفرجنا عليكي من بعيد اتفرجت على صحابي. ايمان طبعا انت بروفيشنال واشتغلتي قبل كده، بس انت فيكي ميزه بقى ملهاش علاقه بانك بروفيشنال او مش بروفيشنال، بتعرفي تكملي الموضوع للاخر، الفكره يعني مستمره، ما حدش بيوقفها لك حتى لما بيقطعوكي، وجاهزه ورا بعض. عايزه اقول لك حاجه، انا كنت متوقعه ان انت تبقي جاهزه اكتر من كده باجاباتك، كنت متوقعه انك تكوني حاضره اكتر من كده. اتفضلي يا استاذه نهله. دمك خفيف جدا، انما برضو شايفاكي على طول متوتره وبتلعبي في شعرك. انت طبعا فيش كلام، انت مذيعه طبعا وبتعرفي تخلقي مواضيع وبتاخدي طرف الموضوع منها وتكملي وتسترسلي للاخر، لعيبه يعني، وعارفه ان انت هتسلكي. مها في الاول لما جيتي اتكلمتي في موضوعك عجبتيني، لان انت بتدافعي عن قضيه، وقضيه مهمه جدا، ان هي انا كده وعاجبه نفسي كده وانا شايفه نفسي كده، بس واضح قوي ان انت موضوع بتتكلمي فيه مش مؤمنه بيه. لا لازم تبقي مؤمنه بيه تماما عشان تعرفي تدافعي عنه. طب يعني يا بدريه ويا شيماء احنا اخترنا مين هيقعدوا معانا ومين هتمشي. شاور يا كات اعملي. طيب اقول الاول اللي هتمشي ولا اقول اللي هتقعد؟ تختاروا ايه؟ لا قولي اللي هتقعد لانهم اتنين. لا هقول اللي هتمشي. اوكي قولي اللي هتمشي. نهلة خلاص مش هينفع؟ لا هينفع بجد؟ انتي معانا. لا الملفات بيبقوا جامدين على فكره. خلاص لا 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 اوعي تخلي حد يعمل فيكي كده. هعيط. خلاص او انا شفتي عملتي كده ايه؟ خلاص اصلا هي قالت ان انا هقول اللي هيمشي. ما دي اللعبه بقى. طيب خلاص الحمد لله يا رب. فاضل بقى مها وايمان. بصي يا ايمان، هو انا كان نفسي تكملي معانا، بس هو الفكرة انه زي ما انا قلت لك علشان عارف. فما تزعليش. لا انا مش زعلان، انا فعلا قلت لكم انا جاية عشان اشوفكم، جاية العب معاكم يوم. انا لما كنت بتفرج عليكم كنت بتمنى اكون قاعدة جنبكم، بس وامنيتك ان شاء الله تتحقق عشان الحمد انت لله. هتكملي معي. الحمد
ومها انا بعتذر لك، انا كان نفسي تبقي معانا بس لسه الفرصه موجوده، اوعي تيأسي واملي فيكي كبير يا مها وهزعل منك. اعمل ايه؟ احنا لسه معانا الكارت، ممكن ان شاء الله يبقى من حظك. كده اتأهلت معانا ايمان ونهله. مها بقى قدامها فرصه ترجع تاني بالجولدن كارد. مشاهدينا خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا، تصبحوا على خير. بيكو في حلقة جديدة من حلقات شهر رمضان الكريم. إيه ده، أنتوا غيرتوا اسم البرنامج؟ لا يا حلوة، غيرتوا اسم البرنامج. ماله كرفاني؟ ماله؟ أحلى من كرفاني، أنت جايبين لك أتوبيس. شوشو النهاردة مش هتتكلم خالص لأن الأكل لكمها والفطار كابس على مراوحها، بدرية ملزقة من الكنافة، فأنا النهاردة اللي هتكلم في الحلقة لوحدي. شايفه ده بيوقفوه يعني ورا الكاميرا كده اتغير، بيقولوا لك يا هدومها قد كده، هتعمل كده كده قلعت لبسك. تفطر ليه؟ امال اعمل ايه؟ يا بنتي صوم الراجل، فطر. اصوم في صوم وهو جاي لنا؟ ايوه برضه تصوم، ادب واحترام لينا. يعني اصوم 15 يوم بقى. ايوه.